عشقي للفنون بدأ في طفولتي من فترة المدرسة. كنت كثير أحب أخذ حصص إضافية بالذات بعد فترة المدرسة عشان أتعلم التخصصات المختلفة زي الرسم على الزجاج وغيره. وكانت كثير الحمد لله أمي تدعمني في هالمجال لدرجة أن أي شيء كنت أريد أشتري، بالذات كان عندنا محل اسمه القصن الأخضر، كانت توديني وأخذ كل شيء. طبعاً أيامها ما عندنا يوتيوب وما عندنا فيديوهات، فكان التعليم من التجارب أو من أشخاص يعني مختصين في المجال. فمن التجارب اللي أنا عشتها في يمكن كان وقتها عمري 10 أو 12 سنة كانت الألوان الزيتية، وما زال لين اليوم عندي خوف منها بشكل مو طبيعي. اشتريتها ورسمت أول لوحة وكنت كثير فرحانة فيها، فأترياها تنشف. أول يوم عدى، ثاني يوم عدى، أول أسبوع عدى، أبا أراوي الأهل، خايفة أني أوديها لأني أنا الأكبر في 8، فخايفة أطلعها من الغرفة يروحون يخربوا لي إياها. فمن يومها ما رجعت لونت بألوان زيتية. وبشكل عام يعني مع بعد فترة المدرسة يمكن أكثر شيء في هذه الفترة حبيت التلوين على الزجاج. وبشكل عام كنت أحب أرسم سكتشات، حتى الهدايا اللي كنت هادي فيها أصدقائي في هذه الفترة كانت شغلات أكون أنا صنعتها بإيدي. مع الوقت بديت أحب أشتري شغلات فيها شغل إيد، فيها قص خشب، وتطورت التجارب عندي في البيت في الغرفة بالذات الحمد لله. طبعاً لما أتاحت لي الفرصة أني أسافر وأكمل دراستي قدرت أتخصص. طبعاً أنا ما كنت رايحة أني أدرس مجال فني، رايحة أدرس علوم بيئية، وكنت مضطرة أني أسوي الـ A-Level لأنها وقتها كنت مسوية الـ O-Level. فسويت الـ A-Level بيولوجي وماث وفنون، وقفت كل الـ A-Level الثانيات واشتغلت على الفن. لقيت نفسي فيه، لقيت حياتي فيه، فاخترت الماث والبيولوجي والفنون. ومن وقتها اكتشفت ان في مجال اني اتخصص في مجال فني بحت، ومن خلاله حقدر اني اعبر لحبي للبيئة بطريقة فنية اكثر عن ما تكون اكاديمية. فبدت مشواري، خلصت الاي ليفل، دخلت سنة تأسيسية في تشيلسي كوليدج اوف ارت اند ديزاين في لندن. خلال هاي السنة مرينا على كل التخصصات الفنية المختلفة، بشكل اسبوعي كنا نعيش تجربة فنية. في اخر 4 شهور لازم نكون عرفنا التخصص اللي نحن حابين نتخصص فيه. فقررت في هذاك الوقت واتصلت في الوالد وقلت له خلاص أنا لقيت التخصص اللي أريده، وقلت له بكالوريوس في مجال أداب صياغة وتصميم المجوهرات. الوالد طبعا زعل، بس قال لي في الآخر إذا بكرة فشلتي في حياتك مش حتلوميني، فأنت مسؤولة عن مستقبلك وحياتك. طبعاً أنا كنت سعيدة جداً، يعني ما شفت اللي قاله بطريقة سلبية أبداً، شفتها بالعكس تحدي إلي. وبدت يعني تجربتي وتحدية، التحدي مالي من خلال دراسة 3 سنين التخصص مالي، وبعدين تم قبولي في أني أعرض في معرض يتم اختيار فيه المصممين اسمه New Designers. من خلال هذا المعرض يتم اختيار المصممين اللي يعرضون أعمالهم في الجاليريز بشكل عام لبريطانيا كاملة. فما صدقت طبعاً، خلصت الجامعة والتخصص مالي، رجعت الإمارات
وبديت ورشتي، أسست الورشة اللي حقعد أشتغل فيها وأصنع قطعي الفنية كقطع مجوهرات، وبديت أرتب لمعرضي الأول في إمارة أبوظبي في المجمع الثقافي اللي كان في 2004. بشكل عام فن المجوهرات أو المجوهرات كقطع فنية يختلف تماماً عن المجوهرات كتصميم. المجوهرات كتصميم فيها ناحية يمكن أكثر اقتصادية، كوزن، كمواد مستخدمة، الفئة اللي الواحد حيبيع عليها، فالتصميم لازم يناسب لتارجت أو لفئة معينة. أما في فن المجوهرات زي الفنان اللي يرسم لوحاته ما عنده هدف اقتصادي من باب أنه لازم أنا أصنع هالكثر عدد لوحات بهذا الحجم، لا، يصبح الموضوع هو تعبير عن الذات والفكر من خلال المادة المستخدمة بأسلوب الشخصي للفنان نفسه. فأنا كان عندي طبعاً عشقي للبيئة المحلية وللثقافة المحلية، فالأول مجموعات أنا اشتغلتها الأبدية اللي هي كانت تعكس جمال الصحراء، الحياة اللي هي الماء وأهميتها في مجتمعنا نحن. في نفس الوقت طبعاً أنا أخذت النواحي الجمالية من التصاميم من قطرات الندى، ومنها انطلقت لمجموعاتي المختلفة. فكانت أول معرض لي عرضت فيه المجموعتين هذيلة، ومن خلال المعارض اللي خلال السنوات المختلفة زي معرض اللي في هلسنكي كان في مجموعة إضافية اللي هي دمجت ما بين الصحراء والماء، سميتها ينابيع الحياة. طبعا المواد اللي كنت أشتغل فيها في البداية يمكن أكثرها كان الفضة، لكن دخل فيها الذهب والألماس والأحجار للتعبير عن الأفكار اللي أنا حابة أقدمها في القطع الفنية نفسها. كل القطع طبعا تكون مشغولة بإيدي أنا شخصيا من الألف إلى الياء. أما في حال صممت تصاميم، طبعا ينطلب مني تصاميم كمجوهرات، مثلاً يحبون مجموعة من القطع اللي أنا اشتغلتها كقطع فنية، لكن يبونها كقطع مثلاً تلبس بشكل يومي أو أكثر حجمها أكثر مناسب للشخص نفسه. في هالحالة تتحول تجربتي من قطعة فنية إلى أني أصمم قطعة لشخص معين يلبسها بحجم مناسب له بالمادة اللي هو حاب يقتنيها، وإذا حاب يكون فيها أحجار معينة. فأنا شخصياً كتخصص لي أشوف فرق كبير ما بين المصمم وما بين الفنان اللي يقدم قطع فنية. يمكن أنا أحد المعارض اللي كثير عجبني تاريخه كان معرض لكارتير في البريتش ميوزيوم. كانوا عارضين قطع المجوهرات القديمة، يعني لأكثر عن 100 أو 200 سنة من بدأوا، والتسلسل والتغير والتصاميم اللي كان فيها يمكن انعكاس للثقافة الهندية وطريقة نحت الأحجار نفسها. كان
يعني لقيت في شغف في أني أشوف وأفهم التاريخ كمجوهرات. لويس فرانسوا كارتييه مصمم مجوهرات ورجل أعمال فرنسي الأصل، ولد عام 1819 في باريس. بدأ مسيرته المهنية الناجحة عندما اشترى الورشة التي كان يعمل بها صانعا للمجوهرات مدة 10 سنوات من معلمه أودولف بيكار عام 1847 ليطلق عليها اسم كارتير. بدأ كارتير عام 1854 بخطوة تعد الأولى من نوعها في ذاك العصر، حيث قام بصياغة مجوهراته لعدد من الزبائن على حسب الطلب، وكان أولهم زبونا أمريكي الأصل، كما ازدهرت أعماله وذاع صيته بفضل رعاية الأميرة ماتيلد قريبة الإمبراطور وابنة أخ نابليون الأول. في عام 1874 انضم إلى لويس فرانسوا ابنه إلفريد كارتير وأصبح شريكا له، حيث قام الأخير بإثراء مجموعة ساعات كارتير وإنشاء دارا خاصا بها سنة 1899 في قلب مدينة باريس النابضة بالحياة، ولا تزال هذه الدار موجودة إلى يومنا هذا. أصبحت كارتير عام 1902 من أرقى شركات المجوهرات المرموقة في العالم، فقد أصبحت مطلبا للملوك والأمراء، حيث وصف في ذاك العصر الملك إدوارد السابع بأن كارتير صانع مجوهرات الملوك وملك صناع المجوهرات، والذي أمر بصنع 27 تاجا من كارتير في حفل تتويجه. يعتبر لويس كارتييه حفيد لويس فرانسوا كارتييه، أول من يبتكر ساعات اليد في العالم عام 1904، وذلك عندما اشتكى له صديقه الطيار البرازيلي صعوبة معرفة الوقت أثناء الطيران وإخراج ساعة الجيب، ليفاجئه حينها بوقت قصير بساعة اليد سانتوس، والتي أصبحت أول ساعة يد رجالية في العالم. توفي لويس كارتييه عام 1904، وظلت الشركة تحت إدارة عائلة كارتييه حتى عام 1964، وعلى الرغم من بيعها لكنها استمرت بالعمل بنفس الرقي والدقة إلى يومنا هذا، بالإضافة إلى توسعها في كل أنحاء العالم. فالمجوهرات يعني موجودة من وجد الإنسان، المواد اختلفت على حسب المحيط والبيئة اللي هم عايشين فيها، فأنا كثير لقيت نفسي بالمواد الطبيعية والمحلية وطرق التصنيع. شغفي كان أكثر في تطوير مهاراتي في فهم طرق التصنيع عشان أقدر أوصل للطريقة اللي أقدر من خلالها أعبر فيها بأفكاري، وهي من الشغلات اللي خلتني أوصل لسان فرانسيسكو أتعلم تقنيات مختلفة، فاس في المغرب، أشخاص مختلفين في الدولة، فهاي التجارب كلها أعطتني القوة والمعرفة بأني أقدر من خلالها أعبر أو أستخدم التقنيات اللي أحتاجها عشان أنفذهم كقطعة فنية. المرحلة الأولى بعد ما أخذ أو أعرف النقاط الأساسية للتصميم،
شو الفكرة أو شو الشيء اللي الشخص يحبه، أو مرات مثلاً يكونون شايفين عندي أنا مجموعة مثلاً فنية بس حابين فكرتها أو أسلوبها، لكن يبونها يسوونها كقطع مجوهرات فيها أحجار كريمة أو ألماس أو ذهب. أخذ أول شيء يعني أستوعب الشخص اللي قدامي، الهدف من القطعة، هل هي قطعة حيلبسها بشكل يومي، المناسبات، هل هي هدية لشخص يعزونه. بعد هاي أبتدي مرحلة السكتش أو الرسم. بعد ما تطلع معايا الفكرة وأخذ الموافقة المبدئية للرسمة، تبتدي مرحلة معرفة كمية الألماس اللي حستخدمها للقطعة، إذا كان فيها ألماس أو أحجار كريمة. إن الواحد يحاول يسوي توازن ما بين التصميم نفسه والبجت اللي موجود للقطعة نفسها. طبعاً حجم الألماس يفرق في كل تصميم، في كل على حسب الميزانية. بعد ما أخلص هالمرحلة أبتدي مرحلة أن كل شيء يستوي على الكمبيوتر عشان المقاسات تكون دقيقة. بشكل عام أنا ما أشتغل 3D، أشتغل إلستريتر، فيكون أكثر فلات وأسهل للشخص يعني اللي حيقتني القطعة أنه يفهم التفاصيل والأحجام بالضبط. ومنها المرحلة النهائية تكون هي أني أختار الألماس والأحجار وتبتدي مرحلة التنفيذ. طبعاً التنفيذ قطع التصميم يشتغلها أكثر مختص، مجال تركيب الألماس طبعاً أنا درسته لكن ما عندي شغف فيه، ويحتاج شخص أقل شيء عنده خبرة 15 سنة عشان يكون عملية التركيب جيدة. الواحد ما يبي يفقد ألماسه وهو ماشي، فجداً مهم أنه أشتغل مع شخص عنده خبرة كبيرة في مجال تركيب الأحجار الكريمة والألماس. الأحجار الكريمة لها صلابات مختلفة على حسب نوع الحجر. يمكن الأغلبية يعرف أن الألماس هو اللي هو أصلب واحد، ومن بعده السفاير وأحجار مختلفة. يمكن أنا لي شخصية من الأحجار اللي كثير أحبها هي الأوبال، لكن للأسف هي من الأحجار اللي كثير حساسة، وفي نفس الوقت يعني ممكن حتى تغيير الحرارة أو إذا الواحد لابس الخاتم وفي المطبخ ممكن عادي ينكسر الخاتم عليه، أو حتى أي دقة خفيفة. طبعاً يعتمد على ثخانة الحجر في نفس الوقت. الأميرالد من الأحجار جداً غالية ونفيسة، ونفس الوقت كثير حساسة ويكون فيها شقوق داخلية طبيعية عادةً تكون معالجة عشان ما تبان بشكل عام. من الأحجار اللي يمكن أحينا في الفترة القريبة اللي الناس بدأت تقتنيها وتقدرها غير فئة الألوان السفاير اللي هو الأحمر الروبي والسفاير الأزرق هو التنزانايت، لونه جدا جميل ويجي في درجات مختلفة. الأحجار الكريمة لأن في تنوع كبير وفي فرق كبير في أسعارها، أعتقد جميل أن الإنسان يختارها على حسب حبه هو للون والحجر أو صفة الحجر نفسه. لأن في كثير ناس تقتني الأميرالد للونه ولأنه غالي، لكن في أحجار مختلفة ثانية بنفس الفئة أو في نفس فئة اللون لكن صلابتها أقوى، تستحمل الحياة اليومية إذا الأشخاص يحبون يلبسونها بشكل يومي. الأمثست من الأحجار اللي جداً جميلة كلون بنفسجي،
والكثير بإمكانه أن يقتنيها لأنها من الأحجار اللي سعرها جدا يناسب الأغلب. لكن بشكل عام أنا يعني أميل للأحجار اللي شوية في الدول العربية مش كثير متعودين عليها، أو لأنها بدأت تدخل في الأسواق عنا في فترة 10 سنين اللي طافت. فأنا أشوف شخصياً الأوبال له ميزات ودرجات ألوان مختلفة، وتقريباً هو شبه الحجر الوحيد اللي له لمعة وعدة ألوان على حسب مستوى الحجرة نفسها. قطع المجوهرات اللي أشتغلها معظمها مستوحى من البيئة المحلية، من الثقافة، عاداتنا وتقاليدنا، زي مجموعة بريق العود، وأخيراً عندي مجموعة الجود اللي رجعت اشتغلت فيها العود لكن بطريقة مختلفة كطريقة تصنيع أو كفكرة قدمتها. فأحب أنا يمكن أرجع أو أربط قصة معينة تخص ثقافتنا في القطع اللي أنا أحب أشتغلها. من المجموعات اللي أنا اشتغلت يمكن في بدايات تقديم تجربتي للمجتمع كان مجموعة صدى، اللي هي عبارة عن مسابيح رجالية، لكن كل قطعة كنت أشتغل فيها كقطع أكثر فنية بتدخيل قطع الفضة واختياري للأحجار المستخدمة. وهي بدأت مش بأحجار، هي بدأت بالطلقات. جزء من الهواية اللي عندي كانت الرماية، فكنت أجمع الطلقات وحولتها إلى قطع من المسابيح، ومنها تطور الموضوع إلى الكهرمان والأحجار الثانية اللي كنت أجمعها من دول مختلفة. مجموعة الجود خذيت فيها تقنية المجموعة اللي اشتغلتها لشمسة، وتقنية بريق العود اللي أنا اشتغلتها في 2006 اللي هو إدخال العود. فمن القصص اللي أول ما اشتغلت هاي المجموعة عشان أشوف رأي الناس فيها، فكنت أقول لهم أني بشتغل بالعود وأدخله في المجوهرات، كانوا يضحكون علي يقولوا لي حد يحط شيء نحرقه في مجوهرات؟ فقلت لهم بييكم يوم تكسرون العودة قطع صغيرة عشان تشمون ريحتها. طبعا خلال السنوات اللي طافت شفنا يعني السعر تغير من الأيام الطفولة لين اليوم، المادة نفسها صار قيمتها كبيرة، فمش الكل بإمكانه يحرق الكميات اللي كان بإمكانه يستمتع فيها في الماضي. فكثير من الأشخاص خلال 10 سنوات اللي طافت وأكثر يقولوا لي الحين عرفنا قيمة المجموعة اللي أنت قاعدة تشتغلينها. طبعاً الهدف منها أن ناخذ جزء من الذاكرة، وش كثر كيف كنا نحن نستمتع بحرق العود نفسه وريحته، عن تغير العادات نفسها بأن أصبح اليوم المقرص أو العود المعطر جزء من الاستخدام اليومي، والعود أصبح للمناسبات المهمة. طبعاً كلها تعتمد على حسب الأشخاص المبلغ اللي حابين هم يصرفونه في هالمجال. فقطع المجوهرات اليوم بعيداً عن الفكرة أو أساس ليش أنا بديت هاي المجموعة، صار في تقدير أكبر من باب ناحية فنية، صار في تقدير أكثر للقطع اللي تعكس الثقافة المحلية الخليجية بشكل عام. فالحمد لله يعني من هالناحية بدينا نشوف اهتمام أكبر من المجتمع المحلي.